السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله. اليوم جيت غنشارك معكم فلوغ اللي جاني على غفله في شاطئ سيدي بوزيد. بغيت نشارك معكم الاجواء ديال الشاطئ كيفاش دايره، وانتم معايا فيما مشيت راه غنديكم معايا. المهم خليكم معنا، دابا غنوريكم الاجواء ديال البحر من الداخل كيفاش داير، وانتم معنا. كيفما كتشوفوا معايا دابا حنا راه في البحر ديال سيدي بوزيد، وعجبوني لي جيسكي وغادي نركبوا فيه وانتم معايا. والاجواء ديال الشاطئ راه زوين بزاف ونقي، كنصح اي واحد يجي ليه. كيفما كتشوفوا دابا غنخليكم مع هاد المناظر اللي زوينه بزاف، بغيت نشارك معكم هاد الاجواء وانتم معايا. كيفما كتشوفوا دابا انا وخويا حبايبي. كيف ما كتشوفوا حنا دابا راه سالينا من جيسكي، كنصح اي واحد يجي لهذا الشاطئ ديال سيدي بوزيد. الاجواء فيه جد رائعه، وكننصح اي واحد يجي لهذا الشاطئ هذا. كيف ما كتشوفوا الاجواء ديالو زوينه بزاف، والناس اللي كيسولوا على الاثمنه ديال جيسكي 10 دقائق ب 100 درهم و15 دقيقه ب 150 درهم. حنا بقينا 15 دقيقه حنا في البحر، وهذاك الجو رائع رائع، كنصحكم كاملين تجيو تزوروا، ما كرهتكمش تكونوا معايا كاملين. المهم احبابي، حنا جينا من سيدي بوزيد الجديده، جينا ارتاحوا شويه. كيف ما كتشوفوا معايا داك الاجواء دازت زوينه بزاف، وكننصح اي واحد يمشي للشاطئ ديال سيدي بوزيد. الناس ديالو الله يعمرها دار. وراكم كيف ما شفتوا معايا ركبنا في جيسكي اللي كانت الجوله فيه زوينه بزاف وجد رائعه، وكنصح اي واحد لمشى لسيدي بوزيد يركب في الجيسكي اللي كان اثمنه ديالو جد مناسبه بزاف. والمهم دابا غنخليكم غنمشيو نتساراو شويه في جديده وهانتوما معانا. المهم احبابي، حنا دابا راه خرجنا، جينا من الدار، جينا الجديده، جينا للشاطئ
الشاطئ ديال جديده، بغيت نشارك معكم الاجواء ديالها كيفاش دايره في الليل. ونعجبني الجو وعجبني الحال هنايا في جديده. اتصلت باختي والوالده حتى هما جاوا عندنا باش يفوجوا شويه ويبدلوا الروتين. راكم عارفين الجو ديال جديده كيكون زوين، ومهم فيما مشيت راه غنديكم معايا. المهم احبابي كيف ما كتشوفوا حنا دابا جينا للشاطئ ديال جديده، انا وماما واختي وخويا، وجيت نشارك معكم الاجواء اللي هي زوينه بزاف. الشاطئ ديال جديده اللي زوين بزاف بالخصوص في الليل، فنصح اي واحد يجي لهاد البحر في الليل. صوت الامواج في واحد الهدوء وعجبني بزاف والله. كيشكا يسرى الجو ديال الشاطئ ديال الخدمة ديال القراية، يجي يفرغ هنايا ويدوز الباطون ديالو مزيان بيه. المهم انا نشارك معكم اي حاجة صورتها غنبارطاجيها معكم، وانتوما معايا. كتشوفوا معايا دابا جينا من البحر، جينا للملاح، جيت غنساريكم معايا شويه في الملاح. كيف ما كتشوفوا راه الدنيا خاويه مع هاد كورونا، الله يرفع علينا هاد الوباء. كيف ما كتشوفوا معايا راه الدنيا خاويه، وفي ايامات اللي ما كانتش كورونا راه كتكون عامره هاد البلاصه بالسياح، كيجيو من جميع انحاء العالم. وكنتمنى هاد تجيو تزوروا معكم هاد البلاصه، راه هي زوينه بزاف وفيها هاد الحوايج هادو زوينين. وكيف ما كتشوفوا معايا هاد اللوحات الفنيه وهاد هاد الحوايج اللي فيها اللي هما زوينين بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا الدنيا راه خاويه، ما كاين لا سياح لا والو. الاثمنه راه جد مناسبه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الديكورات ديال الصناعات التقليديه. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، بالنسبه للناس اللي كتعجبهم هادشي الصناعات التقليديه والديكورات، مهما كديرهم في الدار ديالكم كيبان لكم واحد المآثر، واحد الديكور اللي هو تاريخي عندكم في الدار. كيف ما كتشوفوا معايا راه الدنيا نقيه بزاف في هاد البلاصه. Yeah.
الشباب والناس اللي دخلوا جداد، مرحبا بكم عندي في القناة، مرحبا مرحبا، وشكرا لكم بزاف على المتابعة وعلى التعاليق ديالكم اليوم الزوينين اللي كيشجعوني دائما وكيخلوني دائما نجيب لكم الجديد، وشكرا على المتابعة، ما تنساوش تابوناو عندي في القناة وتكليكو على زر الجرس. باي باي.